الباب تحل واحد المراه شاده جعبور كبير ورجلو قلاد وزنطيطو طويل وغليظ وهزاه في يده بحال هيدا قالت سكت له وين في واحد الخرسي ديالو وبغات تخشي في السق مسرطيه واقع حمقى وي انا وصلت نعست في البيس وحق الله تمشيت حليت عيني وانا القراسي قربت تخلات وهذاك مسكين الشيفور ديال البيس ما حيت كركب معاه ديما كيتبدلوا ولكن اغلبيه كنطيح في هذا قال لي اي مادموزيل قلت له انا نوت كنطير ناري ثلاثه دابا تعطلت دقيقه انا ما كنقدرش نتعطل كنحشم يلا ما رجيت يلا او ماي جاد بعدا راه البيس بقيت فيه نص ساعه عندك يسحب لكم دغيا داكشي حاولت نزرب ولكن راه نص ساعه وانا تما خديتها واحد المقطع وزربته ساليت ناري راه واحد البرد والله ما يمكن او ربي يا ربي شوفوا كلب ناري تخلعت كلب الجو سراول ولبس الفوق ولبس المونطو ولكن واخا هكاك ما كنقدرش انا ماشي مبراده ولكن جيت هنا وليت بزاف شوفوا يدي خشيه وكان وخطواتي صغيره وكنمشي وخصني نبقى واقفه كنتسنى البوس في واحد القد يا دابا انا ساليت الخدمه وخرجت بكري واصلا هادوك اللي كيقراو معايا كلهم موتوغيزي انا بوحدي اللي ما عنديش طوموبيل المهم هادشي اللي عطى الله هاد الساعه هادشي اللي عطى الله السوق غنمشي دابا نجلس في واحد المحطة ديال البوس نبقى جالسة تما كنكرم بالبرد حتى يجي البوس كيتعطل كيجي شك اوكي عادي عادي حمي البرد ويل فين بيه لا اخيب حاجة هي توقف لهنا وتبقى لك هذيك المسافة باش تضربها على رجلك والبوس البوس يدوز من حداك صافي اوه هاد الرجل هادي فيها التقشيرة عقلو ليلا هادشي هذا مزيان وهاد الرجل هادي فيها التقشيرة شنو هو هاوش باقي ماشي هنا وجه من وجوه ديال الحياة ديالي في كندا
ديال العاده بصراحه، لان انا مو فشل، ولكن ما عندي ما ندير هادشي. هذا هو اللي انا اختاريته، واخا كاين هذا نتوما شفتوه الحمد لله، المهم في الاخر تكون النتيجه زوينه بزاف. هذا هو الاساس، راه ماشي من كتخرج من المغرب كتخرج واحد المغرب خايب. والله كون كنت في القرايه ديال المغرب تكون بقيت في المغرب وقريتها، طلبوا العلم ولاو في الصين، وانا كندا هي الصين ديالي يعني. هادشي اللي عطاتني، ولكن الصراحه انا فخوره براسي، ماشي كلشي زوين. جبت بالبرد والجوب. دابا نمشي نشد جوج متروات، بغيت تعرفو كيفاش كندير نمشي، كيفاش كنهدى، ماشي صغيرة كيفاش كيدوز نهارك، تحملو المسؤولية ديال هادشي هدا اللي طلبتو، وهذا نهار نمشي دابا نشد جوج متريوات، جوج متروات باش نوصل للدار. عقلتو على هاد البلاصة هادي دوزت منها قبيلة في النهار، إيوا هاد البلاصة هادي باش دخلت لهدا البوس، وأنا دابا كندوز منها في الليل بعد مروري وقت طويل جدا. ندخل دابا ونشد المترو عاوتاني، دابا العكس الرجوع دابا، فهمتوني؟ هاد الشجرة واقيلا هي الوحيدة اللي كاينة في موريال، أولا واقيلا هي الوحيدة اللي كاينة في كندا كلها، حيت مزرعة في لانتيغيغ، كتبقى بحال هيدا. خصني ندوز من هنا قبل ما نهبط، خصني ضروري ندوز نشري لأشي واحد لابواط، كنشري جوج باش وحده كنعطيها له في الليل ملي كندخل، وحده كنعطيها له في الصباح ملي كنكون نخرج، باش ما كيتقلقش وكيبقى دائما يتسناني انني نجي. كنشري حتى جوج بنانات باش اولا ثلاثه ناخذ، باش كندير واحد لو جو كنديرو في الليل وفي الصباح عاوتاني، هو اللي خديت له اليوم الصباح الحليب الا بقيتو عاقلين. كناخذ له هاد جوج هادو وبناناتي صافي ونمشي بحال الحليب. كاين الصغيوات جود، حيت ما فيهش من يهز حليب كبير، عندي تقل، حيت ما هذا كيكفاني غير اليوم، مي ابخي غدا الصباح ما نلقاش. غدا السبت نسيت، كاين شويه ديال الزحام، هذا الراجل هنايا ديما معصب. تمام، Excellent. 14 décembre, c'est bon. On fait 5 et 5, s'il vous plaît. Demi. Et on s'affiche. Tu peux dire la Achille, ou l'Indiana, ou d'abord une chine. On a fait le métro, métro. Juge. هذا الحاجة كله على ود القرايه، واش ممكن
هذا المترو هذا نمشي للدار. عرفتوا شنو شفت لتحت في المترو؟ الباب تحل وواحد المراه شاده جعبور كبير ورجلو غلاض وزنطيطو طويل وغليظ، قالت كتلوي في واحد الخرسي ديالو وباغا تخشي في الصك مسرطيه وقيل حمقى. ويلي وحده عرفتي الشتا، انا بقيت كنتمطى ما قدرتش نبقى جالسه حدا، ما بقات ما عرفتش منين جبداتو هذاك، واش كان عنده فشي بلاصه وجبداتو ما عرفتش، ما تصدمت جالسه حدايا مع الباب يتحل عاد شفتها انا. يا تقدر تكون اديها طيبو تعشالي أو اللي يقدر هو يكون كيجيها بحال عشيل يقدر واحد المنظر كيعيف الصراحة ماشي شي حاجة راسي كيكون قالي والو نوصل للدار بلا ما ندوز وحدة الدار ديال الفيديو كليب ديك النهار علاش واحد البرد كيدخل لك مع السلسول ديال العظومة ديال ظهرك ماشي مامي أنا حبيبة جيت وحشتيني تهجتيني حبيبة تهجتيني تا انا توحشتك يلا نوض ناكلو انت هو النوارة ديال هاد الدار انت هو النوارة هاي 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 انا واحد درجة ما يمكنش تخيلو مهم نبدل حويجي وداكشي وناخد وطيس الاشي الماكلة ناخد شي ساعة بحال هكا كنرتاح فيها نزيد ناكل شي حاجة حيت ما كناكلش الوسط ونبدا ندير المونتاج ديال هاد لا فيديو هادي ونحط لكم غدا ان شاء الله السبت في الصباح غنصور فيديو واحد اخرى مع العلم انني عندي نهار اثنين امتحان كنتمنى كاملين انكم تدعوا معايا عندي جوج امتحانات باش ربي يسهل اول جوج امتحانات عندي في القرايه ديالي دونك كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير هلاو في راسكم بزاف والله يعاونكم يا ربي والله يسهل عليكم ولي ما ابونيش يتابونا وبارطاجيو لا فيديو خليو لي لايك وخليو لي كومونتير ديالكم وكنبغيكم بزاف